يقول: ما هي وسائل الثبات على المنهج الحق، وما نصيحتكم لنا في هذه الفتن؟ وسائل الثبات على المنهج الحق: أولا العلم النافع، تعلم علشان تعرف الحق وتعرف ما يخالف الحق، فلا بد من تعلم العلم النافع. ثانيا صدق النية مع الله سبحانه وتعالى، أن يكون قصدك معرفة الحق والعمل به. ثالثا فعل ما أوجب الله وما أمر الله به، وترك ما حرم الله عز وجل.